منذ أن تم إنشاء صندوق التعطف في عام 2006 ساهم بمبلغ قدره 742 مليون دينار بحريني بين عامي 2019 وحتى هذا العام 2023 أو العام الماضي، وذلك ضمن 6 برامج كان أولها عام 2019 بمقدار 230 مليون دينار لتمويل برنامج التقاعد الاختياري لمرة واحدة فقط. في عام 2020 ساهم الصندوق 254 مليون دينار بسداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم لمدة 3 شهور، ثم في يوليو من نفس العام تم سداد نسبة أجور العمال المؤمن عليهم بحد أقصى 50% من الأجر المؤمن بموجبه، وذلك في الشركات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا. وفي أكتوبر من نفس العام تم سداد نسبة من أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم بحد أقصى أيضاً 50% من الأجر المؤمن بموجبه، وذلك في الشركات الأكثر تضرراً من تداعيات فيروس كورونا. في يونيو عام 2021 تم استقطاع 58 مليون دينار من أجل سداد نسبة من أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم، وذلك في الشركات المتضررة من الجائحة، ويكون السداد ل3 شهور أيضاً وبحد أقصى 100% من الأجر المؤمن بموجبه عن 3 أشهر متتابعة. والآن في نهاية عام 2023 تم تمويل جزء من برامج إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال برامج توظيف وتدريب ودعم الأجور التي تم تنفيذها من قبل صندوق العمل بمبلغ 200 مليون دينار ولمرة واحدة من صندوق التعطل، وهو الذي صدر بموجب هذا المرسوب من قبل جلالة الملك المعظم. ويبلغ مدخول الصندوق السنوي 80 مليون دينار، ويتم صرف مبلغ 8 مليون دينار على التعطل سنوياً، وبالتالي يساهم هذا الصندوق الحقيقة في مساهمة فاعلة في الاستقرار الاقتصادي في المملكة، ونحن في أمس الحاجة لذلك تحت وطأة الضغوط الاقتصادية العالمية.